وفي اليمن تمكن الجيش اليمني من تحرير قرابة 20 موقعا كانت ميليشيا الحوثي قد سيطرت عليها شرقي صنعاء. وبحسب المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبد مجليان، فإن التقدم سيمكن القوات من قطع خطوط الإمداد على الميليشيات المسلحة. وأشار المسؤول العسكري إلى أن طيران التحالف العربي قام بمساندة الجيش في تدمير آليات عسكرية محملة بأسلحة كانت في طريقها إلى الميليشيات، مؤكدا أن الجيش مستمر في تقدمه تجاه صنعاء.